دقيقة حل مع فاطمة عبد الرحيم. صباح النور فل ياسمين، اخباركم؟ اش عاملين؟ الصحة بخير وان شاء الله زاد الحظ الكبير يرافق ايامتكم. من البارح والمشترين ورا الثور لمدة عام كامل عنا الحظ الوفرة الزيادة لأغلبية الابراج، باش ما نقولوش الكل. المشتري في الثور راهو جايب معاه الفلوس، الترقية وفترة تألق للبعض منكم. هذا المشتري كوكب الحظوظ السعيدة، كوكب له علاقة بانه هو قوة جاذبة للاصدقاء، بيعطيك وفرة، بيعطيك غنى، بيعطيك فرحة، ضحكة. يتقدم في برج الثور، رح نشوف الثور هاي الفترات أكثر إشراقا، هادئ، لطيف، ضحوك عموما، والأمور بالنسبة له بالمجمل جيدة. طبعا برج الثور، برج الجوزاء، برج العذراء، وبالتأكيد برج الجدي، هدول الأبراج الأصدقاء. والبداية مع الحمل، حب قديم يرجع للوجهة، كل تفكيره في هالعلاقة. اي الثور استقرار عاطفي، راهو عايش حالة حب وسعادة الكبيرة. اي الجوزين، هاير اليوم يحكي على الفلوس واخبار تخص صفقة مهنية. والسرطان مسؤوليته كبيرة وقاعدة تزيد نهار بعد نهار. سيس، ما تتسرعش، نخافوا عليك من الغلط. اي الاسد، راهو وجود القمر في الحمل الناري صديق، كل اهتماماتك حاليا في شؤونك المالية. والعذراء، طاقة كبيرة للعمل والإبداع، وعلى فكرة فما قرار مهم يستنى فيك، ما تخافش، كل شيء هو يصب في مصلحتك. الميزان، فما مغامرة جديدة، تحقيق أحلام، تتغير الأحوال، راهو انهاير فيه كان الخير. والعقرب، توصل وتصحح عقد جديد، فما بداية انفراج وسفرة واعدة تستنى فيك. القوس، راهي مرحلة انتقالية المشروع جديد. والجدي، عروض واعدة وأموال ما استنيت هيش، فلوس يا جدي حتى انت تفغم عندك مديدة. وكان عدلو، فما علاقة جديدة قوية السنة فيك يا دلو، راهو أسبوع مناسب للارتباط. ونختمو مع الحوت، راهي فترة ممتازة باتصالاتها والقادم أفضل. دقيقة حل مع فاطمة عبد الرحيم.